سؤال، هل فكرة الاسم والنصيب في الزواج سليمة؟ وأين مشيئة الله في الاختيار؟ وهل الله يتدخل في اختيار الزوجة؟ ربنا بيترك لكم الحرية انكم تختاروا في الزواج اللي تحبوه، بس المهم يكون حاجة مظبوطة، يعني ما يكونش زيجة خطأ، ما يكونش عدم اتفاق او عدم الطباع مش زي بعضيها، ولا الاخلاق مش زي بعضيها الى اخره. لكن اسمه ونصيب دي لا، ايه اسمه ونصيب دي؟ ولو كان كل الزواج اسمه ونصيب، امال بيحدث طلاق ليه؟ ما دام ربنا هو اللي عايز يبقى ليه بيحدث طلاق؟ بيحدث طلاق لان الاختيار كان اختيار خاطئ، وبعدين ادى الامر الى الطلاق. ربنا يريد لكم القداسة والملكوت ويترك بقية الامور ليكم انتم وحريتكم.